تأكيدا على شعار الأمل بالعمل وتجسيدا لأثر الشعر الكبير في الدفاع عن الوطن والقضايا الفكرية، أقيم في المركز الثقافي العربي بمدينة السلمية فعاليات مهرجان الدكتور وجيه البارودي للشعر والنقد الدورة السادسة. للمهرجان أهمية قصوى، خصوصا أن سوريا هي بلد المهرجانات والفعاليات الفنية والثقافية. إضافة لذلك يعني يعطي المهرجان انطباعا كبيرا عن مدى تشوق الجمهور لمتابعة هذه النشاطات والفعاليات الثقافية. شاركان الدكتور وجيه البارودي في دورته السادسة، وتتزامن هذه المشاركة مع احتفالات شعبنا وقيادتنا بفوز السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد بولاية جديدة، وهذا الانتصار هو فرح وسعادة وغبطة لجميع أبناء الشعب السوري. الأدب والثقافة هي أحد أعمدة النهضة والتقدم بكل الحضارات، ونحن في سوريا مهد الحضارات، ولا شك بأننا نحتاج دائما ومزيدا من توسع بالثقافة والأدب والشعر. والشعر هو يحمل الكثير من المعرفة بمختلف أشكالها وأصنافها فلسفيا وتاريخيا، وهذا يعتبر الطريق الممتد من الماضي إلى الحاضر إلى المستقبل. شعراء من كافة المحافظات السورية حضروا إلى السلمية لإحياء فعاليات المهرجان عبر مشاركاتهم الشعرية، مؤكدين أن نبض الحياة الثقافية في سوريا لم يتوقف.